بتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي هو داكش كتعاودي. كنتمنى يا ربي تكوني فنه وغزاله ومرتاحه. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا جلبه ديال الريم، جلبه ديال 4 شهور. المهم مع فقط جيت هضرت معكم هكا قسما بالله، مع فقط غير شعر كان شويه طالع درت ليها كبش من عيقت عليكم جهه كجي زعما مشاكه. اليوم جلبه ديال 4 شهور قالت لي صيام واقيله راه كيديروا غير التقطيره نصاب نصاب، لان كتبقى فيا البنات فاش كدير تزيد كولا الشوكه وداكشي. فوجدت لها الحوايج ديالها بالليل حتى نجيو غادي نفطر، غادي نوريكم داكشي اللي وجدت ليها. يلا هانتي هانتوما البنات، ها هو الدفتر الصحي للبنت ديالها، كنت خديته من الفارماسيان. هانتوما كريم، او نقدر ندير لها هاد اللعيبه تعجبني واخا راه صاد، وهاد اللبسه هادي فنه تاهي تعجبني غزاله فنه فنه فنه. فيها هنايا هاد الباج مع هادي، هادي عندها اللعيبه ديالها ولكن الباندا كبيره كتقطع، لا ماشي كبيره، عندها واحد العقده القدام تجي تجيني ثقيله كتجي، ونقدر نلبسها هاد الطرطقه هادي لتحت لان هادي صدرها عريان. وخايب لكم البنات كاين الصاد والله العظيم البنات، بالنسبه للوليدات الصغار البرد المرات بنتي انايا كتبقى تكحوب وداكشي وتعطس، يعني باقي الجو مخربق. فصافي وغادي نجبد لي كوش والكرم ديال الطياب، ولا هو تاتي الرشاشه اللي دايره فيها الزيت البلدي وداكشي. دابا مسكينه غادي نلبس وعاد غادي نفيقها باش غادي نلبسها ونمشيو. كنت غادي نلبس هاد الانسومبل هادي بارده، عندها القميجه ديالها ختها، غير هي البنات خفت نتعذب دابا مع الرضاع، وليت كنقلب على شي حاجه بس ضعيف، خفت نتعذب هي فيها واحد الافتحات لهنا ديال ديزا هكا وهكا مكتبينش الصدر، ولكن خفت نتعذب معرفتش المهم ديك الساعه غادي نشوف شنو غادي نلبس. السروال ديالها بارد بحال هكا، انا والله الا عندي كسيوات وداكشي وتيعجبني نلبس اخر مره، غير هادشي بارد. وهاد القميص نلبس معاه هاد السروال، نلبس معاه هاد القميجه. هاد القميجه عندي تاهي اونسومبل ديال خصني نقلب عليها البنات، نبدا نقلب عليها الماء دوغي تطوى، وانا يلاه خواتو ليا بنت اختي السروال ديالها وداكشي، ولكن مبغيتش نلبس كلشي الكحل لانه الشمس، وعاد خصني معرفتش شنو باش نقلب عليها غير نقول لماريو. وانا يلا طواتو ليا بنت اختي، وانا تنكره طويل نتوما عارفين، باغي ندير هادو مع بعضيالهم ويجيو زوينين، سير نقدر نلبس اللبسه كامله في هاد الشمبي هذا. صافي غادي نمشي باش غادي نغسل وجهي ونحس معاه. خصني نتي مبقاش ليا سنيني، بقى ليا هاد سانسوداين تا نغسل بيه بزاف، نتي رغوي لا والو، انا خصني تنكر سنيني نتي رغوي صراحة. هذا رجعنا خو حيت عجبني نتي، غسل مزيان كوكات كيرغوي، مكيعجبني سنيني غير كيرغوي، وخا جو بونس ماشي صحي مي ختي شي لا لا شتو حتى مكيرغويش، عرفت ماشي متيرغويش، الرغوي ديالو خفيف هانتو عرفت، خاصكم محشمني رغوة قدامكم. سمحوا لي عرفكم تذكروا هاد القضية صافي. هي خدا من نعس حسيتها بشوي، هي باقا نعس صافي البنات، انا غادي نبدل انا نلبس وداكشي، غادي نبدلها باش نسالي نمشط شعري وداكشي. صباح الخير بنتي، صباح الخير زين، يخلي لي الضحك، يخلي لي بنتي تتفيق تضحك لي، بنتي تتفيق تضحك لي، بنتي تتفيق تضحك لي، وان شاء الله نمشيو نديرو جليبه ياك مامي الصبوره ديالي. وسهنا بوسهنا بحال هكا كنفيق ان شاء الله من المدرسه، نغسل وجهيه، شنو الحبيبه ديالي فيقت بنتي من الناس، شنو فيقت بنتي من الناس، خلي لي الضحك. نيتي انقاطا درت ليها سودو كريم، هاي 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 ديرو رياضة، هاي 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 هاي، وان تو تري، ناري بنيتي فيقتي من الناس، واحد جوج ثلاثة، كنبغيك أنا كنبغيك. ايوا يا البنات كاع كنقول لكم غادي نلبس هذاك اللعيبه القويه، غادي نلبسها من تحت هذاك الطريطيقات. هو يا البنات راه الموت 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 ديال الصاد، فاش طليت من الشرجم فريمون الموت ديال الصاد، بقيت كنقول زعما حيت تما كيكون الكولوندير وهادي، ولكن لا اختي لبست هاد الكسيوه راه ما يمكنش شحال زوينه، مازال ما كتبش نصورها بيا. غادي نجمع العشاء كوش، غندي هذا على البان الكوش، وهذا باش كندرق ولا نجيب الشاي ولا سنين، وهاد الثياب، وغادي ندي الدفتر
ما تكملش ليا ماشي مشكل. وغادي دير فوطه ها هي صافي وسكت. عندي كيف ها هو صويك خد في البنات مكنبقاش فين نحط. عندي لافابو صغير غادي نكوموندي شي حاجه ماشي انت تتعلق هكايا ونديرها ونحط فيها لي برودوي اللي كنستعمل ديما. عرفتي البنات شعري تنصايبو بواحد الواسطيب راه ما نقولش ليكم عرفتو سبارطاجيتها معاكم على الانستغرام عرفتو واعره. مشيت شعري الداخل هانتوما اختي ديرها لي غير توشينك شعري طرالي هاد البلان بحال هكا. ندير هاد كمان ندير هاد مباشرة اختي حسن الشعر تيبان شوية من فوق في الكاميرا فمباشرة حسن. شتو تنبقى نحط فوق المهم البنات درت غير لاكخون رسالة لاكخون ندير شويه ديال البيتات وصافي. هي شويه قلتو ديال تقيش تقوي عرفتي تجي بحال كلونجة عندكم الحق. ودابا وقيلا نقوي شحال هادي صحيح كندير البنيتا متبيت بصباعي ولا شي حاجة. دابا وليت كنديرو بانسو احسن حاجة اختي راه خاصو يطفي عليا تندير فمو بعدا خاصو يطبي عاد ضعف. المقص شتو كجلاخة الله يطبع داخلي يلا اكخون غيتمسح. ندير اختي غا البقايا اللي بقى هنا ديال البارح صافي هادشي اللي غندير. صافي غادي ندير البيضرات تسنى فيا ما نجيب المشوار نمسحو من القيمات. هادي ماشي غير المغاربة اللي كيديرو هادا راه العالم كامل تنديرو هاد القضية. صافي درت البارفان صافي شتي قولو ليا كيفاش تنجيو قبل مكياج ولا تا شي حاجة. وغادي نهز الساشي ديالي وندير تعجين في الماكسيكوزي. يا البنات واش انا حمقى باغا نلبس بنتي داك الكرونويير والمود ديال الصهد ما فهمتش انا اش قال لي راسي تيسحب لي باقي حتى واحد النهار كنت مشيت وكانت ما عندهم كولوندير وانا لبس بنتي هاد الكسيوه الفنه فنه فنه نفسي غير مره وعاود لبسها لا تنحاول نبقى نلبسها الحوايج نعاود نلبسهم لا بزاف باش تشبع فيهم. خديت لها هاد الكسيوه صراحه حدو قدو ودرت لها الطريبيش وبنتي صابوره تنمشيو لسبيطار الحومه وديك الساعة غادي نردها بنتي الكبيدة ديالي أميرة ديالي مامي الله يرزقكم يا رب. والله ما صورت ليكم يا ناري البنات عصبت بغيت نصور لكم. المهم البنات دقيت لي على البرد ديال هذا اش كيقولوا لها جلبة ديال 4 شهور داروا لها واحد التقطيرات جوج تقطيرات بواحد العيبة وواحد الشوكة هكا عامرة بواحد البرودوي المهم دوا وفخيط ديالها داروا لها شوكه وصافي. قال لي ديري لا كويلوت وخا باش ندير لها الدو ولكن المهم خفتها كطلع لها سخان ولا شي حاجه. عندي لها البنات هذا الكويل بهذا وغادي ندهن لها ديك البلايصه ديالها بهذا. غنهز شي لعيبه ديال الثلج حيت انا ما عنديش دوك اللعيبات ديال الثلج باغا ناخذهم ديال السيليكون. غادي نهز هذوك اللعيبات ديال الثلج وغادي ندير عليها هكا في كلينيكس هكا شي عندي واحد الرايبي ولا شي حاجه نديرو هكا في كلينيكس وندوزو عليها وصافي. انا نقولكم البنات خديت من فارماسيان اختي ديما كانت كتقول لي خدي جوج سكاتات خدي جوج سكاتات خدي جوج سكاتات وانا مع منو كنت كنلقى داكشي اللي بغيت. فلقيت هذه ديال فيلو بيبي خديتها ليا البنات واخا هي ترونسبارونت كنت بغيت ناخذ لها شي وحده في الغوز تجي هكا باينه ولكن هذه ترونسبارونت المهم الغوز واقيلا. المهم الفرق ان كاينه هذه الاخرى عندها اكريليك وهذه فيها هنايا فيلا شفتوا
وفيها شويه ديال الغوز الكونسول وكره ترونسبارون ما مانش ليا. المهم واحد الغوز بارد صافي. دابا درت الماء سخون وغادي نحطها تغلى فيها وغادي ندير لها ريم القويرب وغادي نجبد الحليب وبلاتي شويه نفطر كليت التميرات وداكشي. ها هي حتى ناخذ لها شي سنسله لان السنسله اللي عندي في الزرق غير راه كانت عطات لي مرت لوسي. انا كانت عندي وحده في الدوغل كانت شويه غليظه. ناخذ لها شي وحده هكا في الغوز نشوف. صافي ها هي بحال اللي عندها. ها هو الراس شوف نمشي. المهم بجوجهم ترونسبارونت ما عندي ما ندير ماشي غادي نحطها لا تغلي في الماء. البنات شحال هذه قبل ما نولد كنت زعما تنخرج بالفطور حتى رجعت ناكل. دابا ضروري البنات كناكل التميرات والفاكهه كناكل زعما التمر مزيان والفاكهه وكنشرب ميها صافي وكنخرج والله الا كيشد ليا ولا كنشرب معها هكا الحليب. انا كتحمقني فاكهه مع الحليب والتمر وصافي البنات حتى رجعت اتوجد الفطور ديالي عرفتوا فطور متكامل. انا كنعاود نقولها لكم اخواتاتي فطروا راه والله العظيم الفطور راه هو لاباز ديال النهار. انا كيجيني ضروري تفطري ديك الساعه تمشي تقضي الاغراض ديالك. كيتوني دابا فطرت وداكشي وعاود تبدلت عليا حقاش غادي نمشيو للخبازه. انا كنت مترده حيت الريم ما عنديش فين نخليها ولكن غادي نديها معايا راه داو مدله وكلشي ولبست داك اللبسه ديال افالورين ولا معرفش سميتها ونسيت ما صورتهاش بها سواء التصويره ولا هذا. خاصني نولي نصورها لان الوقت كيطير بعد ما تنصورها ولكن ما تنصورش هكا باللبسه شفت هي ندير انستغرام ديالها. المهم غادي ندير البنات هاد الريحه دي انيغما لبست تيشيرت وليجينز برديله حيت غادي ندير الحمام باش نكون هكا سبور ودرت هذه وهاد النظيره درت كنت خليتهم شحال هذه وقلم واش من شيئين ولا منيها ولا واش شريتهم فلوس وصلوني ما عقلتش ما عقلتش. غادي ندير هاد الريحه ديال انيغما حطيتكم في هاد العيبه ديال ما بالتالي والله هيرا صافي ندير هكا يعني يخصي باش نسلمو عليا المتتبعات ونرجع هذه البلاصه ريم رادع وكلشي. غنقرعها دابا وصافي غادي نمشيو باش غادي ندوز على سيهم وغتمشي حتى معنا ماما. واي حاجه درتها في الخبازه راه غنبارطاجيها معكم وقيت اي حاجه غادي نشري قيتها في داك النوط ولكن البنات غنشري غير الاساسيات قلت لكم مابقيتش نخسر الفلوس. هانتوما تشوفوا غنشري غير داكشي اللي خاصني فقط فقط فقط. بنات جينا اختي عند فريد انا وماما وسيهم وانا يا اختي وانا يا البنات ما نقدرش نشمشم جايبه انا وجايه انا وبنتي نشمشمو ولكن دوماج ما بقيتش فين نخليها اختي ماكنتش كندير نشمشم ديك لو راه واش كاين شي ناموسيه ولا شي لسه تنحطها ونشمشم ولكن ظروفي قاصحه البنات جالسه نشوف بعويناتي منا ما خصهاش فلوس ما غايشوفش فلوسي. دابا هذا الفيديو غادي لك جيه جيم ندير لك نيجي مسموم هو تيدير على راسه هو فهمتي. هذا درت هذا الحمال بنتي مسكينه تتبكي راكم عارفين المعجل وداكشي كان عليا ما نجيش صراحه ولكن البنات المهم جايين جايين قالت نجي صافي مش مشكله انا ناخذ داكشي اللي خاصني ونرجع دابا ناخذ العالي هذا وصافي نشوفوا شنو كاين. هانتوما البنات عنده كلشي فريد في الخبازه كلشي كلشي شوف اللي بغيتو. هاد الباريط واعر ديال ريفوليسيون شوفوا تيبان فيها الهايلايت واعر فيها الالوان جو بونس اي والله الا فيها الالوان هانتوما كتبان بحال الاوريجينال. كاين هاد اللوينات الله يهدي اختي عندو هدا هدا قرا ماشي اوريجينال نشوف ماشي اوريجينال جو بونس. لي بلاينر ماشي لي بلاينر نشوف هادي ها هو هادي نتنسى شتو تلقاو عندو لي ديودورون كلشي مكنديرش اشارة بنات كنجيو كنفرطاجي معاكم هانتو. بغيت ناخد ديودورون جيلات ساعة معندوش معقلة كان الايد وكانو سادين. ايوا البنات فين ما كنجيو عند فريد كنتلاقى انا وسيم تنبداو نشمو هادي ونشمو الاخرى ونشمو هادي ونشمو الاخرى. راه ما يمكنش البنات الموتى عندي هي نشم البرودويات نشم الروايع ونعرف البنات قبل ما ناخذ صراحه. نقول لي شكون اللي بحالي واخا عارفه هاد القايده مزيانش ولكن انا عارفه كاين بحالي غير قولها لي بلا ما تعايروني ياك كاين بحالي قولها لي البنات في الكومنتير. بنتي مسكينه صراحه غير عذبتها حقاش فريمون. نقول لكم البنات الجلبه ديال 4 شهور فريمون صعيبه بزاف بعد هذاك اللي دكاله بين يدو مسمومه حتى عمر رجلي عمر بنتي رجلي لي طبخات عليها. البنات شوفوا انا مركبه ريم يا وي اختي سالينا من عند فريد حتى نمشيو نوريكم داكشي اللي خدينا. ها ماما ماما اهلا البنات كي دايرين بخير لاباس عليكم صحتكم مزيانه الوليدات كلشي لاباس كي دايره كي داير مع الوقت مع الصاد الحمد لله ايوا كل وقت الوقت ديالو هاني بعدا صحتكم مزيان توحشكم بزاف والله العظيم توحشكم بزاف مع المرض ومع عاوتاني مره مرات كنزوروها وكتزورنا
وي يلاه البنات دابا غادي نمشيو نضربو هكا دبره نشوف شي شبكه ديال سميتو الشبكه ديال الماء لان هذيك الكحله ولات عندي حالتها وناخذ شي لعيبات ديال الطوالت حيت الكحل ما ننصحكمش به نهائيا كيطر عليه الماء والماء فيه الكالكير وخا ديروا لي اي برودوي تيبقى يبان بيض وتيبقى يبان موسخ هذا هو المشكل وصافي انتما معايا البنات سالوا واحد الباتيسري شنو هاد النضاقه دايره بحال سالوا واحد الباتيسري بحلابه لقيتهم دايرين حريصه ما يمكنش حل واعره خرج درهم انا تحمقني الحرشه بوحدها بلا شي حاجه كتعجبني مع العسل والزبيده ولكن هكا تعجبني بوحدها راك تاكلها بوحدها غزاله مديره من الداخل ماشي من الصقه ولا معلكه البنات جينا دابا يا نشوفوا الريحات يا سمسم نشمو فراسكم تكوني عارفه شحال من ريحه وفي الاخر اختي تتجي عند مولين الروايح تتنسعي المهم دابا نشمو اخر وحده جيفانشي ايغيزيستيبل كنت كنديرها في ايامات الليسي كانت واعره داك العهد دابا واش راني فيه تبدل ولا ما نعرف البنات انا وليت طرازه قبل ما نخرج البنات كنت رقدت هكا يا دجاج نهار شارك معكم الطريقه تيجي بحال كاع اف سيغيف القرمشة وداكشي اما البنات ديال سميتو راه بوحديتها درت مع الفريز ودرت مع الكلاصوص ومناضير البنات راه شربت غير شويه راكم عارفين البنات كتشهاوها صراحه كنتشهاها ضروري كنبغيها هكا مع البرجر المهم جا لذيذ بزاف 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 المهم اش الدريات اش نبدأ بيضات اش الدريات نبدأ بطين اش الزيت خرج انا وبنتي خرج انا وبنتي انا بنتي صاحبتي انا ما عندي حتى شي واحد من غير بنتي حبيبة النبتي حبيبة ديالي زوينة ديالي عندك ليلة حبيبة ديالك الوغ الفيديو ديالي هذا نهار واحد اخر ماشي حتى النهار الثاني ولا الثالث ما عقلتش المهم جيت وداكشي ما صورتش البنات وخليتها الساشيه اللي خديت منها داكشي خليتها هكا في الجنب حتى نوريها لكم اول حاجه البنات مشيت انا الخبازه باش نحط الكورميطه اللي جابت لي اختي كادو حقاش انا يدي ضعيفه مشيت هكا باش نزيد لها الخريصه كنت بغيت نقصها ولكن البنات تبقى معيوبه وداكشي المهم من الاحسن ندير لها خريصه من الاحسن شي مره نغلاضو شي حاجه واخا انا يدي راه ما كيغلاضوش المهم البنات وصافي هادشي اللي كاين ما جاتش معايا غير قال لي استرجعي ليها حيت ما عندوش خريصه اما ديك المره البنات فصايب السلسله ديالي هذيك البنات مشيت ضربتها هكا غير دوله ورجعت لقيتو مصايبه ولكن ماشي مشكل دابا نعاود نرجع للخبازه غادي نوريكم الكبده ديالي ما خسرتش نهائيا الفلوس بزاف شريت غير داكشي اللي انا ناقصني داكشي اللي انا خاصني وما كملتش البنات حقاش كنت بنتي درت لها الجلبه وما كانش عندي فين نخليها صافي بقيت مديرونجي فهمتوا ما خديتش راحتي يعني لي بيبي هكا ما يصلحش انكم ديهم صراحه الخبازه انا ما كيعجبنيش واخا بالكروسه نقدر نديها الفيلاج المول جيت مرجان قهيوه وداكشي ولكن باش تبقى غادي في الخبازه مازال لا كانت الدنيا خاويه بحال دابا في الايام العاديه ما يكونش الاخر ديال الشهر ولا شي حاجه وصافي كبدا ديال هادشي كاين غادي نوريكم عرفتوا انتما الجوطيه هذه اللي غادي نوريكم شنو خديت منها من طلعه ديال ساحه الشهداء بقاو تتقلبوا تما البنات ما نقدرش نعاد لكم كيفاش حيت تتبقاو طالعين كاين المولين داب قدامهم حاطين طويبلات ديال الجوطيه ما نقدرش زعما نقول لكم الرقم ولا درك ما عارف حاطين طوابل نتوما تبقاو غادي تتقلبوا غادي تلقاو لقينا واحد السيد حاط بينوارات الكولونات داكشي ديال السوتيان الحويجات ديال الوليدات الصغار بنتي كتشوف فيا الحويجات ديال الوليدات الصغار عرفتو طبلة عنده جديده قرطه غير سيروا البنات الناس اللي مقبلين على الولاده انا مزوقه فيكم لما سير المهم قالك السبت يحط المهم ما عندوش يوم معين مي المهم قالك السبت يكون حاط السلعه جديده في الصباح مع ديك 11 هكا ومشينا حنا على الله ما عقلتش انايا النهار اللي مشينا فيه اثنين جو بونس اثنين انا قلت اثنين وما نعرف والله ما عقلت وقال اثنين قلت لكم حط داكشي جديد اقسم بالله والحوايج الفريع ديال الطربيه كاين نقد بنتي لقطات ولكن البنات راه ديال الطربيه ديال 3 شهور زيرو مو 3 شهور راه مايمكنش راه مايمكنش تخيلي ب 8 درهم دير 4000 ريال راه غتكسي غتبرئي راه داكشي تيحمق 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 المهم ما نكثرش عليكم الهضره غادي نوريكم البنات اشنو خديت الريم شوفي مامي شنو خديت لك شوفي نديرو انبوكسين مع خواتاتنا شوفي مامي زوينه انتي خديت لها البنات هاد الطريطيقه هادي هانتوما هادي البنات فيها ماشي سمحوا لي هادي دايرين فيها 11 كيلو من 9 شهور حتى ل 12 مور كانت تبان صغيره المهم هذا تلبسها بنتي في هاد الاشهر هادو ها هي شفتوا كتبان صغيره في الكاميرا مي راه كبيره باقا جديده بحال عمرها تلبسات تخيلوا التوب ديالها كيحمق هادو يا بنات كنلبسهم لها هكا في الصيف كاع ما تحيري تلبسيها لها بحال هكا وحتى تخرجيها بها نتوما عارفين لاباب يعني ماشي بالشرط يخرجوا بشي حاجه معينه والكميمات ديالها مجموع انت حمقوا عرفتوا فاش كنشري لها شي حاجه كنبغي نصبنها ونلبسها لها وكتحمق باقا جديده
باقا جديده جديده تعرفوا شنو هي جديده. وهذه البنات فن فن حتى هي باقا جديده ما فهمتش البنات واش هذا الشيء عمرو تلبس ولا ما نعرف. المهم البنات هذه 3 موا 6 موا انتوما تيحمقوني البنيه الصغار يلبسوا فريفيرات بحال هكا تيحمقوني فريمون تيحمقوني هاد الفريفير. دابا نيت ملبسه فريفيره شفتوا باقا جديده في البلون كاسي كتحمق. هذه غنلبسها لها مع واحد الشويرات في الباج غيجي زوين كانت جابته لي اختي فيها كايا فريفيره تحت هو فنه فنه باقا قرطه باقا قرطه 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 شفتوا راه ما يمكنش البنات راه بحال هادشي كتمشيو كتشريو من المكازان اختي بزباله فلوس وحق الله. وشوفوا ديال الكسيوه ديال اش اند ام شوفوا شحال فنه. انا براسي يعني واخا كبيره كيحمقوني الكسيوات ديال القطن هكا تلبسيهم في الدار ولا كتلبسيها كتكون هكا حدا الركبه وتلبسيها مع الصنه ديالها وكتزيدي قطن بارده كتحمق باقا جديده اللون ديالها كيحمق في الباج. شوف شوف شحال فنه يا البنات لبسها مع الكسبابيط ديال الجين نيت فيه نقيطات بيضين فنه. هادي هادي ما كتخموها حتى سيمو فنه 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 ما يمكنش باقا جديده يا البنات. ديما كنقول لكم الجوطين ما تشوفوش من القديم. خديت لها الطربوش 8 دراهم فن يمكن شحال واعر شوف شتو واعر 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 بزاف جاه كيحمق 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 مع بنتي شايبه جاه الفن واعر واعر تيحمقوني الكاروات زوين بزاف ياكو. خديت البنات هاد لي سوتي هادو انا كناخذهم ب 50 درهم خديتهم ب 13 درهم والله الا دوماج ما فيهمش بونج ولكن ماشي مشكل حيت البونج او موان تيمصلك هكا شويه الحليب ما تيبقاش باين معيق. كندير هاد كل اللعيبات هما تيقنطوني بعض المرات وفاش كل حاجه ماشي بونج تقدر تخرج في حوايجك وبين خاصك تبدلي معايا في الدار ماشي مشكل شتو زوينه ما تينا انا راه زيتها لا راه البنات واش هادي صغيره واش انا مكلخه ولا شنو ولي على دو اكس اس 36 38 اصلا ما تيتجبدو لا لا واسع. وفيها هنايا هاد اللعيبه هادي هادي نورمالمون ديال لاصال انا كيعجبوني هكا نلبسو في الدار مع كولون مع سريويل هكا تيكون هذا سروال ولا شورت تاي اوت كنلبسو معاه وكنبقى مرحه في الدار ولا كنلبسو تحت البيجامات ياكو. وخديت لها البنات هاد الطرطاقه هادي اللي كنقول لكم تيحمق عليهم ولكن لقيت فيها واحد الديفور رجع لي كتحمق تيعجبوني هاد الطرطاقه اللي على شكل شورت ما كتحتاجيش عاد تبقاي ديري الفوقاني بوحدو تحتاني بوحدو هادي كتلبسي معاها طرطاقه ياكي لتحت وصافي. ولا كنصيف بلا ما تلبسيها حتى حاجه ولكن من الاحسن الطرطاقه باش الا كانت غتخرج شي حاجه تخرج الطرطاقه. واعره فنه كتحمق جديده فيها فريفيرات ها نتوما ولكن البنات شوفوا ما مصايبنش لها الطرطاقه الاخرى يعني هذا ديفو نرجعها لي ما بغيت نقلب لها على شي حال حيت عجبتني مي هذا ديفو يعني داير لنا هذا ما كاينش فين التخشه فهمتوا حتى هنايا فهمتوا ما كاينش الطرطاقه اختها فين تسد واش فهمتوا السداده ديال الطرطاقه ما كايناش اما كتحمق فن فن ما يمكنش. وهذه هذه سطاتني سطاتني هذه نشوف انه مو هذه من دون مو كتخمم ما غاديش تلبس فيها بزاف من ماشي مشكل عجبتني فن فن كنموت على لي موتيف اللي كيكونوا بالقليبات شوفوا شحال زوينه وفيها فريفيرات كما قلت لكم كنت مركبه بنتي ما بقيتش فين نخليها ما قلبتش في خاطري اما عندهم يدار شوفوا الفريفيرات شوف شريت لها باندا في الكحل تجيها فنه فنه واعره واعره ميمكنش حمقاتني باقا جديده على شكل شويرط هادو فني متتحيريش شي بحال هاد الشكل هادو متتحيريش. خديت لها التيشيرت تاهي فنه ما تلبسش فيها بزاف جو بونس ما عنديش مشكل انا الحاجه كتعجبني وخا تلبس فيها غير مره نشوف 56 هي شنو هي شهر وشي حاجه ولكن التيشيرت غتجيها نشوف اينو مازال مازال تلبس فيها مازال لان التيشيرت يعني ما كتصغرش داغي بحال سميتو فنه باقا جديده شوف هانتوما كنحاول نحبس يدي مابقاش نتركل بزاف باش تشوف باقا جديده غنلبسها مع داك الجين اللي فيه الصفر فيه داك الموتيف الصفر كنت وريته ليكم خديته كتحمق كنتمنى كنتمنى كون كنتو خواتاتي معايا في الدار تبقاو تشوفوا هادشي على المباشر ما ميمكنش شحال زوين. وخديت لها هاد التيشيرت انا فين ما لقيت شي تيشيرت على راسي واحد البنوته متتبعه هذه فيما لقيت شي ويلي فيما لقيت شي تيشيرت بيضه كناخذها حقاش البيض كيتحتاج بزاف والبيض يعني داغي تيكشف ماشي داغي تيكشف داغي ما تيبقاش بيض بيض ساطع كيما الاول ما تنحاول اني ناخذ البيض بزاف لانه كيتحتاج تحت الكسيوات سالوبيطه تلبسيها ليها مع شي شويره فنه فنه فريمون زوينه وباقا جديده. وفيها البنات هاد اللعيبات تيحمقوني يكونوا هكا في التريكوات شتو وفيها هنايا بليات اونو تي اختي اش عندك ان باقا جديده شتي ماما ا ماما ابنيتي ها
هو بنتي ما تبقيتش على بنات اختي الجوطيه ياك هادشي اللي خديتو قنا من الجوطيه خديت من بيميه زوينه بنات تتسقي خدوها راه فريمون بروموسيون والحجم طويل ديما فيها البروتيج المهم حليتها خديت منها باش نجربها هادي خديتها من بيم بشي 440 البنات غتلقاوهم تقدروا تلقاوهم باقا انا غنزيد منها ما عرفتش اش خديتها يبات ليا لان فريمون بروموسيون زوينه ب 22 درهم والاخرى كارفري 30 درهم ولا 32 درهم في 40 هادي فيها 40 يعني 20 في 20 40 ب 440 راه زوينه غنزيد ناخذ منها لان انا ما تنقدرش نعيش بلا بروجي سليب امبوسيبل امبوسيبل تسالي لي تنبقى ندير كلينكس لان كيعجبني نبقى هكا نقيه ما كيجيني هذا كيحم بزاف وهذه البنات ما فيها لا ريحه لا حتى شي حاجه عجباتني وكتلصق كتلصق من الاول حتى حال انتو ما فيها حتى شي ريحه وديال القطن انا الحجم الطويل كيعجبني صراحه حيتاش ما كتلواش ياكو وخديت لبنتي ريحه هاد الروايح الا لقيتهم هاد كنت بهم ماما الا لقيتهم خذوهم فريمون تيبقاو تيحمقوا انا درتها عرفت واحد الريحه يا البنات ديال لبيب فن فيها الاشكال والانواع كلهم زوينين هادو كنت بهم ماما البنات راه غادي تلقاهم عرفتوا ريحتها كتحمق بيان سور انا ما كنديش لبنتي الريحه حاجه اللي كنت غنلبسها لها بحال دابا غدا كنرشها ليها في سميتو وكنشرها لها باش هكا كيطير داك الكول شي حاجه وكتبقى غير داك الريحه خفيفه فهمتوا تيقول لك زعما الريحه تيفوتوا عامين ديروها ليهم ما اصلا فيهم ريحه كتحمق اللي بيبي عرفتوا ريحتها كتسطي كتسطي هذه ريحتها كتحمق هاي سكرينيوها راه ما يمكنش راه ما يمكنش تتبقى 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 فريمون تتبقى وخفيفه ما تخافوش من لالكون الجديد الروم ولا شي حاجه فريمون واعر بزاف بالنسبه ليا بالنسبه للجينات انا كنصيب ديال بياضي ولكن هذا خديته فاش نكون حتى ديال بياضي تاع دي ماكي وداكشي هذا خديته فاش نكون دايره مكياج بزاف غير لشي عرس ولا مناسبه هذا هاد جونسون تي دي ماكي اما اختي راه شويه تجبد الوجه انا داكشي اش ما كنقدرش نستغنى على شي حاجه من غير بياضي هذا كاتبين فيه انه روموفر ديال الميك اب وداكشي الا لقيتوه خذوه كيحيد لكم المكياج من الجدر ما كتبقى فيكم حتى شي طبعه بلا ما تحتاجي ديري دي ماكي ولا شي عرس ونسيت ما وريتكمش خديت واحد لومي سالير من بيم دابا نوريه ليكم الا تفكرت خديت هنايا خزامه ياكو خديت هنا لويزا وخمت الحملات ولكن تيقول لك كدير الحليب بقى نديرها كامل مع الحليب وداكشي ديودورون نار طواعره هذه ماشي مقطعيه قلت لي ضف مقطعه انا خديت هذه نار طي البنات ريحتها كتسطي هذه هاد الغوز اللي مكتوب فيها ماغنيزيوم بروتيكت ريحته بودري بحال ديال لبابي ميمكنش ما يمكنش ما يمكنش غناخذ حتى الشاشه ديالها امامي خليني نكمل كمل بنتي ديري الخوالات الموسيقى ما يمكنش فاش كديرها كتبقى تشم داك الريحه بحال الطالك خطيره هاي سكرين واعفاكم لما خدو واعره ما كتخرجش العرق هانتوما وهذه كان ديجا شفتها في تيك توك كانوا داروها في داك لابليكاسيون بلي زوين شوف واعر ديال المغنيسيوم واعر ما يمكنش البنات ما يمكنش ما يمكنش وخديتها البنات فازلين عادي باش هكايا نبقى ندير لكم شي بيديكور هكايا في الدار فازلين شفت واحد سميتو شفت واحد الفيديو في تيك توك وبغيت نجرب هذاك البيديكور اللي دار زوينه البنات هذا ديال الحامض عادي 5 درهم تيجوني انا فازلينات فازلينات بما ان فازلين هي مقطعه ياك ريحتها زوينه انتو شفتو اطفالي زوينه وخديتها البنات سينيال المهم سينيال هو دونتيفريس هذا تناخذ البنات خديت غير الموين حقاش انا سينيال داغي تيطلع ليا فراسي خصني نبدل حيتاش فاش كنت كنبقى ناخذ الحاجه كبيره فريمون تطلع ليا فراسي تبقى غير نخويها بحال دابا بندوش تبقى نغسل بيه تبقى نصيق بيه شكون اللي في حالي تنبغي نتهنى منه صافي هادشي غادي نمشي نسدهم